لأنه لو مش هتقبل بكل شروطي يبقى أنت مش عايز تكمل. قلت إيه؟ أنا موافق على كل شروطك من غير ما أعرف هي إيه. أيوة بس يعني مش تسمع شروطي الأول؟ أنا هسمع وهقبل بكل شروطك عشان أنا عايز أكمل معاكي، بس قدام ده أنت كمان لازم تقبلي بشروطي. كلام منطقي جدا. هو إيه ده اللي كلام منطقي يا بابا؟ هو أصلا ما كانش له شروط قبل كده، يعني أنا لما بقى عندي شروط يبقى هو كمان عنده شروط، فتبقى واحدة قصاد واحدة؟ على فكرة بقى ده شغل عيال وشغل واحد مش عايز يكمل. أنت يا طارق كان ليك شروط قبل كده؟ صح. على فكرة يا أنكل أنا قبل كده ما كانتش ليا أي شروط على دارين، بس ده لأن أنا كنت بتعامل معاكي على إن أنت بني آدم. ليكي عيوب وليكي مميزات، وأنا يا ستي قبلك بعيوبك قبل مميزاتك. واللي أنا عارفه كمان إن أي اتفاق ما بين اتنين بيبقى قايم على العدل. يا إما ساعتها هيبقى في حد جاي على التاني بيلوي دراعه يعني، ماسكه من إيده اللي بتوجعه. أنا ده مش هيحصل معايا خالص. تمام. خلصت كلامك؟ محاضرة طويلة بصراحة، مش قادرة رغي يعني. هتقبل بشروطي ولا لأ؟ يا ستي هقبل بشروطك لما تقبلي بشروطي. يعني انا مثلا مش عايز يبقى عندك فريندز ولاد تاني، مش عايز ناس غريبه يعملوا لك فولو على انستجرام وتعملي لهم فولو باك، عايزك تقفي في المطبخ زيك زي اي بنت، وحاجات تانيه كتير انا مش عايز اتكلم عنها. انت مش ملاك يا دارين. اكيد انا مش ملاك يعني، اكيد. والاكيد برضو ان انت اللي جريت ورايا، وان انت عملت مجهود كبير قوي وجبار عشان هتفطس وتبقى معايا وتبقى خطيبي وخطبتني، صح؟ مش بقى لما يبقى انا عندي شروط يبقى انت كمان بقى تعمل زيي وتبقى واحده قصاد واحده. ده مش طريقه واحد عايز يكمل. I'm very sorry. انا مش هقبل باي شروط ليك يا طارق. اوكي؟ انا شايف كده ان المناقشه خرجت عن الهدف بتاعها يا اولاد. بالعكس يا ممكن، انا شايف ان الموضوع كده وصل نقطه مهمه جدا، هي ان دارين شايفاني مليان عيوب وانها مش تقدر تكمل معايا الا لو وافقت بشروطها وتعليماتها. لا وكمان ما ينفعش اقول اي ملاحظات، بس اللي انا عارفه بقى ان الجواز والحب لازم يكون فيه تضحيات، يعني حبه منك على حبه مني الدنيا تمشي. بس واضح ان دارين بتفكر في حته تانيه خالص، ان انا ما وافقتش على كل حاجه هي عايزاها يبقى بلاش. بلاش. أحسن. وكويس إنها جت منك. أنا آسف جدا يا أنكل على اللي حصل، يعني أنا كنت أتمنى إن إحنا نكمل ونبقى عيلة واحدة، وأنا أتشرف بحضرتك طبعا. بس يعني حياتك اكيد برضه لو كنت مكاني ما كنتش هتقبل باللي حصل ده ولا ايه؟ متشكر يا ابني. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.